تتحرك جمعية التحدي للإنصاف من أجل إقرار عدالة الأجور للموظفات في المغرب. تستقبل يومياً شكاوى عديدة تتضمن التفاوت بين الرجال والنساء بخصوص الرواتب في القطاع الخاص. دائما الأجر الأكبر يخصو يمشي للرجل بحكم أنه هو سواديزون هو اللي عنده المسؤولية، هو اللي مكلف يمكن بالمصروف ديال العائلة ديالو أو المصروف الشخصي. العقلية الذكورية اللي دائما كتعتبر على أن المرأة ما يمكنش لها أنها تعطي في هذاك المنصب بحال الرجل، في حين أننا كنلقاو في الواقع شيء آخر، يعني دائما نسبة المتفوقات دراسيا هن إناث ونساء. معطيات تستشعرها الموظفات المغربيات يوميا وتؤكدها الأرقام الرسمية كذلك. في المتوسط الذكور يتفوقون على النساء في الأجور بمعدل 38%، وفي العمال بنسبة 30%، وفي الحرفيين بنسبة 11%. البيئة الاقتصادية في المغرب بيئة نقدر نسميها نسبيا قاسية، بالتالي في العديد من المهام النوعية الرجل يكون أكثر قدرة على تحمل هذه الأعباء خلافا المرأة التي تكون في وضعية هشاشة. طبعا لا ننسى كذلك استغلال هشاشة المرأة واستغلال وضعيتها، يدخل في إطار المظاهر التمييز ضد المرأة. التفاوت في الأجور بين الجنسين دفع ناشطات حقوقيات إلى رفع مطالب قانونية للحكومة بملاحقة الشركات المخالفة. اللي خاصو يحمي هما القوانين، لأن باش نتكلموا على الوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية واضح فيها الأجور، واضح فيها التسلسل الإداري، واضح فيها من له السلطة، واضح فيها كذلك الترقيات. أما في القطاع الخاص هي يمكن نعتبروها أنها سوق مفتوحة تتخلي السلطة القوية عند متشكرة ولا رأس المال. 32% هي نسبة النساء النشطات في سوق العمل بالمغرب، نسبة تنتظر حقوقيات تعزيزها وفق مقاربات عادلة في أجور النساء. رهانات الحقوقيات برفع أجور الموظفات في المغرب تتعزز أكثر بتفوق ملحوظ للإناث في المعدلات الدراسية، ما يقوي فرص حصولهن على وظائف مناسبة. نور الدين قجان، الحرة، الرباط.